هذه امرأة تسأل فتقول وفقكم الله، تقول تقدمت دورتها الشهرية، تقدمت أسبوعا عن المعتاد، ولم يأتها إلا شيء بسيط في الصباح، وأما بقية اليوم فليس هناك شيء، وقد استمر هذا الأمر لمدة 3 أيام. سؤالها هل عليها شيء من ناحية الصلاة؟ هل نعم تصلي؟ تصلي هذه تصلي، لأن ما نزل عليها دم متواصل، إنما هو دم يسير وينقطع، تصلي. نعم.